السلام عليكم، مزيونات كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين، كنتمنى تكونوا بخير وباحسن حال. معكم خديجه في وقت خديجه. اليوم غادي نوجدوا مع بعضنا الكيكه بكريم باتيسري او كريمه باستيليرا، وكنتمنى يعجبكم الفيديو والوصفه ديال اليوم. ونمشيو نشوفوا مرحله ديال المقادير ان شاء الله. زينتو، ما هاد المقادير عندنا اللي غادي نعملو فيهم الكيكه ديال الكيكه. اليوم غنعملوها بكريم باتيسري. عندي هنايا كاس العدوه السكر، كاس العنبه ديال الزيت النباتيه، عندي 4 البيضات خصهم يكونوا درجه الحراره ديال المطبخ، عندي الشاسي ديال بيكن باودر خماره ديال 16 غرام، وعندي جوج ديال المغارف ديال كاكاو المر، وعندي 9 المغارف د الفرز دقيق الابيض، ويوم هزت لي على حسب الخليط راه كنزيد او نقص. وعندي هنايا كاس ديال القهوه ديال سرعة الذوبان، باش غادي نحتاجها بحال غنحتاجها من بعد، ماشي دابا. دابا في الاول غادي نشبر الميكسور او مولينكس، غادي نبل فيها هاد البيضات، وغادي نزيد هاد السكر، غنمشي نطحنو ونتابعو. هاهما طحنتو، ما كيجيو على هاد الكولور هدا. من بعد غنزيدو زيت بيضة، عاو غنرجع نطحنو. واللي بغا مثلا غير بيدو يدوب السكر، خصو يشبر وقتو مزيان باش يلاه يدوب له السكر، لأن السكر خصو يدوب مزيان. أنا غنمشي نزيد نطحن هادو ونتابعو. دابا غادي نشبر صفاي او غربل، هذا غادي نبقى نغربل شويه ديال الطحين. ضروري خصنا نغربلوه باش ما يبقى لنا شي ديك الكويره ديال الطحين، باش كي كتجي معوطه. في مولينكس نيت ميمنا نكمل. من بعد ما غربلت السكر ديرو الطحين. دابا غادي نزيد هاد الخماره بيكن باودر ديال 16 غرام تا هي، باش هيدا يبقى لي كلشي ليسو حسن ما يبقاو لي بالكويرات. دابا تا هاد كاكاو المر تا هو غادي نعملو. جوج مغرفات عندي كاكاو المر، المهم هذا فلاش ديال التصوير كيطلع شتيتو د الغابرة، المهم ماشي الغابرة، هاد الدخان ديال هادشي لي كنطحن، ماشي مشكل. دابا انا غنمشي نطحن هادشي هذا كامل مع بعضو ونتابعو. هو هداك من بعد ما طحنتو هاهو كيجي على القوام هدا. انا عملت هاد البول هدا ها لي كتشوفو، دهنتو بالزيت ورشيت عليه الطحين. تقدرو تعملو الزبدة وترشو عليها الطحين، يعني داكشي اختياري، اللي بغا يعمل الزيت يعملو، اللي بغا يعمل الزبدة يعملها. دابا غنكب هاد الخليط هاد المول نعلي يدي بشوية باش كيخرج داك الكاس من العجينة. سمحولي رانا عيانة شوية بالكريبي، غير شفت هاد الكيكة يعني ضروري خصني نعمل ملين دار الواو وقلت نشاركها معاكم. هي هاديك انا عملتها هنايا. المهم كما العادة الفرن عندي مشعول من فوق ومن تحت بدرجة الحرارة 170، ومي طيب نتلاقاو ان شاء الله. هي هادي الكيكة بعد ما خرجتها من الفرن، المهم كتجي على هاد القوام، كتجي فحال شكل ديال جينواز. دابا غنقسمها على جوج،
غنخليها تبرد شويه وغادي نقسمها. وعندي هنايا نسيترو ديال الحليب، غادي نعمل معاه جوج ديال المعالق ديال البودره ديال كريم باتيسري، وعندي هنايا جوج ديال المعالق ديال السكر، وغنخليهم المهم في العافيه تيعقد. وغنزيد له واحد دانون يوغورت. يا هذيك انا عندي الحليب، غنزيد عليه هاد البودره ديال كريم باتيسري او كريمه باستيليرا، وغادي نخلط مخلط حتى ينسجم داكشي. هاني كتشوفوا غنضيف عليه السكر، السكر كيبقى على حسب الذوق، كل واحد يعمل لقد اللي كيعجبو. المهم غادي نعملها في بطاطا تعقد، ونبقى نزيد دانون. دانون انا عندي هذا الفريسه، وكل واحد يعمل اللي عنده موجود في الدار يعملو، ماشي بشرط شنو يعمل. المهم غنعملها دابا في العافيه ونتابع. هي هذيك من بعد ما عقدت لي كريمه باستيليرا او كريم باتيسري، دابا غادي ندافع عليها هذا دانون. دانون غير كيزيد واحد النكهه ديال كيزول هذيك النكهه ديال كريم باتيسري وداكشي. المهم دانون غير كيزيد واحد المذاق لي المهم كيبقى اختياري، والحق الاحسن تعملوه. اللي بغى يعملو دالليمون اولا دالفاني اولا دالبنان. انا عندي هذا فريسه، عملت فريسه ماشي مشكل. سمحوا لي راني هيا نشتيت انا قلت لكم قبيلاتي. ما خليت سائله شويش، طبعا نخليها على جنب. المهم هذه كيكه انا قسمتها عملتها في طبق التقديم اللي غادي نقدم فيه، وهاد القهوه اللي وجدنا من قبل غادي نفزقها بها. المهم خصها توجد من قبل باش تبرد. ضروري خصك نسقيوها باش ما كتجيش شاحته من داخل، كل واحد يسقيها باش ما بغى. المهم بعد ما سقيتها ديك القهوه، انا ما عملتلاش تيتو ديال كريم باتيسري في الوسط بحال اللي كتشوفوا. المهم هذه الكيكه نوع اخر ماشي بحال اللي كنعدل، هذه ديال كريم باتيسري. كنحاول نوزعها كامله في هاد بات سباتولا. دابا غادي نعمل لها الغطا ديالها. المهم بعد ما دهنتها كامله بكريم باتيسري، دابا غنعمل لها الشوكولاط. الشوكولاط الصباغ اللي دوبتو معاكم ها هو، غنعمل له شريطات هايده ونعمل لها على شكل ملفي. ها هي كتجي على هاد الشكل. المهم زوقت على هاد الشكل هيدا، الخطوط جاوني شويه جلاطين بالحق. المهم هي هيدا كتجي على هاد الشكل. المهم كتجي مزيونه، كتجي على هاد الشكل هذا زيونات. هي هادي، كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم. كتجي هيدا على حسب كيجي ديك كريمه باستيليرا في وسط منها، كتجي هيدا. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، تكون وصفه مفيده. المهم غير كيكه عاديه ولكن فيها التبديل شويه. وعلى فكره كريمه باستيليرا هي هذه اللي كنستعمل انا، كريم باتيسري. وهذه البودره كتجي جاهزه هايده، كنزيدها غير الحليب والسكر. المهم كنتمنى يعجبكم الفيديو والوصفه ديال اليوم. واذا عجبكم الفيديو والوصفه راه كنحدا دائما جيم ضغط على الزر الاحمر والتفاعل مع الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. نتلاقى في شيوه وفيديو اخر ان شاء الله باذن الله.